يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تجوز الصلاة على من مات على الشرك الأصغر كمن مات ها؟ هل تجوز الصلاة على من مات على الشرك الأصغر كمن مات وهو لابس للتميمة؟ يا أخي الشرك الأصغر لا يخرج عن الإسلام، المسلم يصلى عليه، يصلى عليه ولو كان عنده شرك أصغر لأنه مسلم. في الحديث صلوا على من قال لا إله إلا الله، ولو كان عنده ذنوب، عنده شرك أصغر لا يخرجه من الإسلام، ما دام أنه لم يخرج من الإسلام يصلى عليه. من حق المسلم على المسلم أن يصلي عليه وأن يشيعه وأن يدعو له. نعم.